وننتقل إلى الحصاد الأسبوعي. فعلى مستوى الأداء العام للأسواق العربية، فقد سيطر اللون الأخضر على معظم مؤشراتها خلال جلسات الأسبوع، وسجل المؤشر الرئيسي للسوق المصري EGX 30 خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 5%، وجاء سهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 15.28%، بينما تصدر سهم جولدن تاكس الأصواف قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 11.61%. وأما من دولة الإمارات، فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي على تراجع بنسبة 0.76%، وجاء سهم كيو القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 14%، بينما تصدر سهم غذاء القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 10%. بينما أنهى مؤشر سوق دبي الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.72%، وجاء سهم الخليج للملاحة القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 9.52%، بينما تصدر سهم تعاونية الاتحاد قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 8.48%. فيما أغلق المؤشر العام سوق السعودية تاسي على ارتفاع بنسبة بلغت 0.93%، وجاء سهم شركة العربية للأنابيب في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 10%، فيما تصدر سهم ثمار التنمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 9.95%. كما أنهى مؤشر سوق الكويت الأسبوع على ارتفاع أيضا بنسبة 0.13%، وجاء سهم مشاريع الكويت في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 7.76%، بينما تصدر سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.96%.